السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. قصتنا لهذا اليوم تتحدث عن رجل بدأ حياته تاهيا ضائعا، تتقاذفه الأمواج، أمواج الضياع، لكن في لحظة، تعالوا نتعرف ماذا حدث مع هذا الرجل. تدور أحداث قصتنا مع رجل بدأ حياته سكيرا عربيدا، آكل للربا، ظالما للناس، آكل حقوق الناس. كان كل واحد يعرف هذا الشخص يتعوذ من إبليس ويتعوذ منه ويقول الله يكفينا شره. وكثير من الناس بالمجتمعات موجودة من العينة هذه. لكن يروي هذا الرجل يقول: وفي يوم من الأيام حسيت نفسي أني بحاجة أني أتزوج وأكون أسرة، فتزوجت وبدأت حياتي نوعا ما تتحسن، بدأت مشاكلي مع الناس تخف، بدأت عملية السكر والعربدة تقل، وصار عندي نوع بسيط من الإيمان. وبعد الزواج بسنة الله رزقني بطفلة، كانت أمنيتي أن الله يرزقني بطفلة، وفعلا الله سبحانه وتعالى استجاب لي ورزقني بطفلة وسميتها فاطمة. وصارت فاطمة ملت علي حياتي، ولدرجة أنها يوم بدأت توعى فاطمة وصار عمرها بالسنتين وتجي ترمي حالها بحضني، لما تشوفني أحمل كأس من الخمر تدفعه عني، وكأن الله سبحانه وتعالى يأمرها بذلك، تدفع كأس الخمر عني عشان ما أشرب. لكن عند بلوغ فاطمة 3 سنوات توفاها الله وانصدمت، وكانت النتيجة عكسية وكارثية علي، لأن أول شيء الوازع الديني عندي لازال ضعيف، وإيماني بالله كان ضعيف، فانتكست انتكاسة خطيرة، رجعت للخمر وللسهر وللعربدة ولسب الناس، ومشاكلي زادت أضعاف عن أول. وفي يوم من الأيام قلت لنفسي اليوم راح أسكر سكر ما سكرته من قبل، بدي أشرب كل الليل. وبالفعل قعدت كل الليل أشرب الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ما خلاص خارت قواي وقعت بالأرض ما بين سكران ونعي، وأشوف ذيك الرؤية اللي بالمنام، واجد نفسي بالمنام ولا القيامة قامت، والناس تركض إلى محشرها، وكل شوي ينادي منادي على فلان بن فلان باسمه، ويوم أشوفه ينادي على فلان بن فلان أشوف وجهه صار أسود من الخوف وأطرافه كلها ترتجف. قالوا فجأة ينادون اسمي، يوم نادوا اسمي ولا مقبل علي ثعبان ضخم ما عمري شفته بحياتي كبرى، ضخم وفاتح فمه ومتجه لي يبي ياكلني، وانا اركض وهو وراي، واركض وانا اركض مريت على رجل شايب هزير كبير بالسن، قلت له يا عمه انقذني يا اخي انقذني، يقول له يا اخي انا ضعيف ما اقدر انقذك، ضعيف شوف حالتي انا ضعيف، روح بهذا الاتجاه يمكن تقدر تنقذ نفسك. يقول واركض وما في فايده، يوم ركضت ولا قدامي نار نار ملهبه، وارجع عكس باتجاه الثعبان وانحرفت عن جهة الثعبان شوي ورجعت مرة ثانية، مريت من عند نفس الشايب
يا عم انقذني من هذا الثعبان يبي ياكلني. قال انا هزيل ضعيف ما اقدر انقذك. اتجه لهذا الجبل يمكن تقدر تنقذ نفسك. يقول وركضت باتجاه الجبل. يوم صعد بديت اصعد الجبل ولا اسمع اطفال يقولون يا فاطمة انقذي اباكي، يا فاطمة انقذي اباكي. يقول تذكرت ان عندي طفلة توفت وهي صغيرة، ولا اشوف الا مدت يدها اليمنى لي وبيدها اليسرى تصدت للثعبان. وقال نادتني قالت لي تعال يا ابتي تعال. يقول ورقيت الجبل والثعبان تراجع وقلت لها يا ابنتي ما هذا الثعبان الذي يريد ان ياكلني؟ قالت لي يا ابتي هذا عملك السيء اللي انت ربيته وكبرته ونميته حتى بدأوا ياكلك. قالت طيب والعجوز هذا اللي ما قدر ينقذني منه؟ قالت له هذا عملك الصالح لكنه ضعيف هزيل، ضعفته وهزلته لدرجة انه ما قدر ينقذك. يا ابتي ارجع الى الله. يقول يوم قالت الكلمة هذه وحافز من النوم واني بعدني بالحياة واركض واستحم وتوضأ واركض المسجد الحق صلاة الفجر. دخلت المسجد وقال للشيخ يقرأ الآية اللي رددتها علي ابنتي قالت لي ألم يأن للمؤمنين أن يعودوا إلى الله أو يتوبوا إلى الله أو كما قالت الآية. وقال للشيخ يقرأ نفس الآية. يقول وقفت وبكيت بكاء شديد ندم وحسرة وراء الشيخ. تدرون من هذا الرجل؟ هذا التابعي الصحابي التابعي الجليل من كبار التابعين والعلماء مالك بن دينار الذي عرف عنه أنه يقوم الليل كله في آخر عمره وأنه يقف عند باب المسجد يدعو يا عبد الله ارجع إلى ربك، يا عبد الله عود إلى ربك. كانت هذه عادته حتى توفاه الله. ردنا الله وإياكم ردا جميلا إلى توبة نصوحة لا نخطئ بعدها أبدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.